أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 2663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2643 حالة شفاء، و30 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت وزارة الصحة في نشرة كوفيد-19 اليومية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي للحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 131228 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 108687 حالة بمعدل تعافي يناهز 82.8%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2293 حالة بمعدل فتك يبلغ 1.7%. وتتوزع الحالات المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهة الدار البيضاء سطات ب 1475 حالة، الدار البيضاء 1089 حالة، 95 حالة بالمحمدية، 75 بالنواصر، 56 برشيد، 51 بمديونة، 48 حالة في كل من جديدة وسطات، 8 حالات ببن سليمان، و5 حالات بسيدي بنور. وسجلت جهة الرباط تل القنيطرة 270 حالة، 103 الحالات في صخيرات تمارة، 51 حالة بالقنيطرة، 43 حالة بسلا، 25 حالة بالرباط، 24 حالة بسيدي سليمان، و24 أيضا بالخميسات. وسجلت جهة مراكش أسفي 261 حالة، 176 حالة بمراكش، 37 حالة بقلعة سراغنة، 32 حالة برحامنة، 9 حالات باليوسفية، و5 حالات بالصويرة، وحالتين بالحوز. وسجلت جهة سوس مانسا 146 حالة، 107 حالات بأكادير دوتانان، 25 حالة بتارودانت، 8 حالات بإنزكان أيت ملول، 4 حالات بتيزنيت، وحالة واحدة في كل من شتوكا أيت باها وطاطا. وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 112 حالة، 40 حالة في الفقي بن صالح، 22 حالة في بني ملال، 21 حالة في خنيفرة، 18 حالة في خريبقة، و11 حالة في أزيلال. فيما سجلت جهة درعا تفيلال 101 حالة، 37 حالة بتنغير، 24 حالة بميدلت، 20 حالة بالرشيدية، 13 حالة بورزازات، 7 حالات بزاكورة. وسجلت جهة تطوان الحسيمة طنجة تطوان الحسيمة 99 حالة، 30 حالة بطنجة أصيلة، 27 حالة بتطوان، 23 حالة بالعريش، 10 حالات بالحسيمة، 8 حالات بمضيق الفنيدق، وحالة واحدة في وزان. وسجلت جهة الشرق 180 حالة، 66 حالة بوجدة، 8 حالات بجرادة، 6 حالات بالناظور، 3 حالات بقرسيف، حالتين ببركان، وحالة واحدة في كل من توريت، دريوش، وفيقيق. وسجلت جهة فاس مكناس 42 حالة، 18 حالة بفاس، 12 حالة بمكناس، 10 حالات بتازة، وحالة واحدة في كل من الحاجب وإفران. وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 28 حالة بوادي الذهب. وسجلت جهة العيون السقية الحمراء 24 حالة بالعيون، فيما سجلت جهة قلميم ودنون 17 حالة، 9 حالات في قلميم، 3 حالات في كل من السزاق وطنطان، وحالتين بسيدي إفني. أما توزيع حالات الوفيات الجديدة فيظهر حسب نشرة كوفيد-19، فقد سجلت جهة الدار البيضاء 16 حالات وفاة، 7 حالات وفاة بالدار البيضاء، حالة واحدة في كل من سطات وبن سليمان. وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 3 حالات وفاة، حالتي وفاة بالقنيطرة، وحالة بالخميسات. وسجلت جهة مراكش أسفي 5 حالات وفاة، 4 بمراكش، وحالة واحدة في قلعة سراغنة. فيما سجلت جهة سوس ماسة 4 حالات وفاة، حالتين بأكادير دوتنان، وحالتين بإنزكان أيت ملول. وسجلت جهة بني ملال خنيفرة حالة وفاة واحدة في بني ملال.
فيما سجلت جهة درعا تفيلالت حالة وفاة واحدة في الراشدية، ولم تسجل جهة طنجة تطوان الحسيمة أي حالة وفاة، فيما سجلت جهة الشرق 3 حالات وفاة كلها بوجدة، وسجلت جهة فاس مكناس 3 حالات وفاة، حالة في فاس وحالة في مكناس وحالة في تازة، ولم تسجل جهة الداخلة وادي الذهب أي حالة وفاة، فيما سجلت جهة العيون السقية الحمراء حالة وفاة واحدة في العيون. فمزيدا من الحيطة والحذر لتفادي فيروس كورونا.